الأسر المجتمع مختلف الفئات ينجم يكون عنده انعكاسات سلبية عليها القمار الإلكتروني. هنا يقفت العصر مليارات قاعدة تخرج تقريبا من تونس يوميا، كما قلت فما برشا انعكاسات سلبية الحقيقة. ما عادش حابة أردد العبارات اللي قاعدة تنجر على ظاهرة القمار هذية. شنو أسباب انتشار هالظاهرة هذه؟ قاعدين نحلوا فيها. وين هي رقابة الدولة على المحل؟ تقبيله بشوية كان خاض زميلنا نصر الدين حميدة في بعض الأرقام في الإطار هذية. ذيك علاش حاضر معنا السيد لطفي اليحيى رئيس منظمة إرشاد المستهلك. مرحبا بك على موجات راديو الحياة فهم. تحية ليك ومرحبا، تحية ليك وتحية لمستمعيك وشكرا على الاستضافة. مشكور جدا سي لطفي على الإضافة إن شاء الله اللي باش تقدمها لنا في الإطار هذية. سي لطفي، انتشار ظاهرة القمار في تونس اي سورتو نحكيو على 2500 محل للقمار هذية اللي تم التصريح بالعدد هذية. الإفة هذه اللي قاعدين نحكيو عليها، تونس مصنفة 33 عالميا، شبابنا منساق وراء ظاهرة تنجم الانعكاسات نتاعها ما تنجم تكون كان سلبية بحتة. صحيح كلامك. وهي ظاهرة مخيفة، ظاهرة تتسمى أنت مخيفة لدرجة كونه ما نعرفوش مآل هالظاهرة هذه، شنو باش تهز شبابنا اللي قاعد ينتشر الظاهرة هذه في الأحياء، في تلقى بين الحانوت والحانوت تلقى أقل من 50 متر وأقل من 100 متر، ظاهرة متفشية بصفة كبيرة. إذا نشوفوا كيفاش بدا الرهان الرياضي في تونس في السبعينيات، كان البرومو سبور هو حصريا عند الدولة، لكن بدأت بشوية بشوية في قانون مالي نتاع 2018-2019 فتح باب صغير. والقانون هذا عمل أمبو على المحلات الرهان الرياضي ب 25% عشيف الدفاع. هنا فشيت الظاهرة هذه، ولات شبه بين ظفريا ترخيص، شبه سماح للناس هذه اللي باش عملت الالاف من الدكاكين او محلات نتاع القمار هذه الالكتروني اللي كلمه قمار يبعدوا عليها ويحطوا رهان رياضي ويحطوا رياضي معها كلمه اخرى. أيه. يحطوا بشكاكه تتغلف وتتقنن وتتعدى حتى اجتماعيا تتعدى. ثم عديد المزودين الناس الكل تعرفها، المزودين هذه في اللي هي بيدهم عندهم مواقع اخرى اقترح العاب اخرى. أيه. بخلف الرياضة ثم عديد. وهنا نريد إشارة إلى مجلس منافسة كان الفض بتاريخ 3 أكتوبر 2019. أيه. دعوة رفعتها إحدى الشركات تعرفين ضد شركة النهوض بالرياضة وخلاو قوجها القرار مجلس منافسة اللي القطاع تم تنظيمه من قبل المشرع نظرا على التأثير المباشر على الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تونس. هنا وزاد نأكدوا أن المرسوم عدد 20 سنة 74 متعلق بإقامة معارض الألعاب والألعاب البيت والنسيب على أن تمنع الألعاب التي يغلب عليها الحظ على البراعة. أيوة. وهنا نشوفوا اللي المشرع مشى للمنع وحصريا كان عند البرومو سبور الرهان هذا. والآفة تفشيت، وهنا راهو تفشيت بصفة مخيفة على خاطر نلقاو أطفال قاعدين مدمنين على الرهان الرياضي، تلقى ولد صغير تلقى وهنا بتفشي ظاهرة تلقى بجنب المكاتب. أيوة. وهنا دعوة إلى السادة الولاد للقيام بحملة على الظاهرة هذه باش ما تغزل وتفحل لدى الأطفال اللي هي تولي مخيفة. ولد صغير ياخذ مصروفه نتاع المكتب دينار والفين وثلاثة، فهمت كيف يدخل في دوامة الإدمان هذه. فوالا، هذه هي الدعوة اللي نحبوا نقدموها. نصر الدين زميلنا نصر الدين حميدة يحب يتفاعل معك سي لطفي في الإطار هذا. سي لطفي، نحكيو اليوم على دوركم انتم كمنظمة تونسية لإرشاد المستهلك، معناها في مقابل يعني تنديدكم، هل انكم نددتوا يعني بالظاهرة هذه الكبيرة بالانتشار الكبير والواسع للمحلات اللي للأسف يعني اليوم في كل شوارعنا، كما كنت تقول يعني ما بين الشارع والشارع تلقى محل. صحيح، نحن نددنا بهذه، حاولنا في إطار تواجدنا في بعض المعاهد في نادي المستهلك الفاعل اللي باش ندوا بالظاهرة هذه باش نوعيوا صغارنا على الخطورة نتاعها، لكن كنشوفوا مدى
مع التوغل نتاعها ومدى انتشارها ومدى ما عادش معناتها رول نتاع جمعيه ولا نتاع منظمه ولا نتاع مجتمع مدني، الناس كل مع بعضنا راهي تفشيت بكيفها رهيبه او رهيبه جدا، اللي ما عادش معناتها كي تتعدى في المظهر الخارجي محلات ما توحي كونها انترنت، توحي كونها رياضه، توحي كونها واحد، لكن هي في صلب معناتها كيفاش يغرك للادمان. وهنا راهو الادمان مشكله كبيره، خاطر اذا كان تو صغارنا وصل لحد الادمان في الظاهره هذه ما عادش تنجم تقول الربح الساهل، ما عادش يقرا، يقول لك عادش قاري انا موجود ويشوف هل الظاهره هذه قاعده تتفشى، فبتني يبعد على مدارس. ونحن نعرفوا اللي اكثر من 120 الف معناتها تلميذ يغادروا مدارس التعليم كل عام. هذه باش تزيد تثقل الكاهل نتاع المجتمع الكل، باش في كيفيه تاثير هالصغارنا هذه، خاطر الكبار ما يعرف، لكن الصغار الادمان نتاع الصغير والسلوكيات اللي كلها فيها مخاطر من جراء هالادمان هذا. فوالا هذه هي الدعوة اللي موجهة حتى انتم منكم انتم كمنظمة إرشاد المستهلك. هنا ديما نقعدوا سي لطفي نستائلوا، احنا قلنا لازم بتكاتف الجهود نتاع كافة الأطراف باش نوصلوا نحدوا على الأقل نوعا ما من ظاهرة الرهان بصفة عامة والرهان الإلكتروني بصفة خاصة. هنا ممكن السؤال اللي نجم يطرح نفسه سي لطفي، وين رقابة الدولة سورتو احنا كي نعرفوا في ظل سن بعض القوانين اللي تحد من الظاهرة هذه، أما فما برشا محلات عشوائية اللي تنجم تبيع الاوهام للصغيرات بدون مراقبة. فوالا رقابه الدوله في الاطار هذايا شنو ينجم يكون الدور نتاعها؟ ينجم يكون في رقابه الدوله مفصليه في الامور هذه، خاطر اذا كان تناقفوا الناس كل مع بعضنا وضد الظاهره هذه باش نمنعوا اجيال كامله من سلوكيات اجتماعيه خطيره على المجتمع، خاطر ما عادش راهي مربوطه بحانوت محلول نخزنوا من برا انترنت ومن داخل راهي رياضي، والا واحد نخزن ابليكاسيون هذه معناتها قاعده تدور وقاعده متفشيه، فهمتني، عند صغارنا يلزم من الناس الكل نقفوا مع بعضنا، خاطر الكلفه نتاعها صدقني الكلفه نتاعها كبيره وكبيره برشا على المجتمع وعلى العائله التونسيه وعلى الاقتصاد، كلفه كبيره، خاصه الله اذا كان صغارنا معناتها ما تنجمش تشد وانت في التطبيقه في الهاتف الجوال نتاعو، فهمتني، ما تنجمش تدور على الصغيرات الكل، ماكش تدور على الصغيرات الكل بخاطيك. ما حاضر معنا الاستاذ فيصل الكعبي مختص ومعالج نفسي في نفس الاطار يحب يتفاعل معك سي لطفي. مرحبا سي لطفي. صحيح صديقي العزيز. مرحبا، اهلا وسهلا. انا اللي حبيت نصحح برك في تدخلنا وكلامنا نقولوا فيني رقابه الدوله، هو متهيألي سؤال مغلوط، واعذروني في هذا، لانه الدوله اللي سمحت ل 2500 ما رقم المحل رسمي موجودين، لو تحسبهم على الولايات يمكن معدل حوالي 15 الى 20 محل في كل ولاية. هي المساله مش في رقابه الدوله ومساله مشروعه او المحلات مشروعه قانونيا او لا، هي في الظاهره بحد ذاتها ظهرة الدولة أن تشجع هالرهان سواء كان بترخيص أو بغير ترخيص هو آفة، وضروري الآفة بحد ذاتها تحارب، ليس المحلات المشروعة والغير مشروعة. الدولة عندما تشجع على الرهان لأنه يجيب لها مكسب مادي هو اختيار خاطئ، اقتصادي خاطئ، لأنه يجيب لها رهان مالي لكن يحطم المواطن ويحطم المستهلك ويحطم شبابنا مثل ما كنت تقول عليه. والرهانات واصلة إلى التليفونات، مش محتاجة محلات موجودة في الشارع، إذا أطفالنا قاعدين يدخلوا حسب هالمنظومات الإلكترونية إلى متاهات، وزيت الببليستي اللي نعملوا فيها لهذا البروموسبور ومش عارف، كأنه تشجيع مجتمعي ومن الدولة إلى هكذا سلوكيات، هي بحد ذاتها تولد إدمان وتولد أمراض لا علاج بعدها للمجتمع. صحيح كلامك ونشكرك على
معناتها التدقيق، لكن احنا كي قلنا راهو الدوله مفصليه، راهي الوقفه نتاعها هنا، وهنا راهو نحكيوا احنا على 2500 محل ولا 1500 محل، راهي رقم بسيط برشا في الواقع نتاعنا. حتى نحن كي نشوفوا الاحياء تلقى في حي فيه 50 60 حانوت، كي تشوف انت وتشوفها على مدى اللي موجود في البلاد، معناتها انت تلوج قهوه ما تلقاهاش، لكن تلقى كشك تاع رهان رياضي ولا قمار رياضي، فهمتني موجود. هذه الآفة اللي يلزم الناس كل مع بعضنا، راهي مخترة ومخترة جدا، وكما اكد صديقي العزيز كونه راهي هذه التطبيقة موجوده عند الهاتف في الهاتف. هذا هو. إذا احنا لازمنا نحارب هالآفة هذه، مش نطلب في تقنينها او رقابة الدولة. لا رقابة ولا غير رقابة، الدولة ضروري تجرم من هالظاهرة هذه وتحاربها بكل الوسائل، مثل ما تحاول او تعمل مجهود في محاربة مسألة المخدرات، ضروري المجتمع كله يوقف يقول هالآفة هذه هي صنوان مع المخدرات ومع كثير من الآفات الأخرى اللي منتشرة. المسألة مش في تقنينها أو عدم تقنينها، لأنه حتى كتقننها هي بحد ذاتها المحلات القانونية هي خراب بيوت، لأنه لما يجيها حريف ما تشوفش الحريف هذا جاب أمواله من مصدر حلال أو لا، جوع صغاره أو لا، هي تتعامل معه لا ولو كانت محل قانوني. إذن ضروري نقول هالآفة ذي هي آفة مهلكة للمجتمع مثلها مثل المخدرات، ولا يكون لنا لا دعوة لتقنينها ولا لمساهمة الدولة فيها، وإنما يعني مقاربتها يعني من منظور آخر ومراجعتها مراجعة جذرية تتطلب إنها خاصة في الجانب القانوني منها. نعم. كمرض اجتماعي. نعم. أي سيلوتش معك سيلوتش. صحيح. لا مجال لتقنينها، وانا معاك في هذا، لكن خاصة راهو الجانب نتاع العمر جانب مفصلي مهم جدا. نلقاو نحن الصغار اللي ما عادش تنجمش تشدوا انت ولا تمنعوا، كان بتدخل الدولة بالناس كل المجتمع المدني الناس كل مع بعضنا باش نوقفوا الظاهرة هذه، على خاطر راهي انا بتواجدي في عن طريق منظومات المستهلك الفاعل الموجودة وكل شيء، كنشوفوا هالآفة هذه تقع في معناتها في المدارس موجودة، الناس كل تعرف ويعطيك شنو اللي سيت ويعطيك قداش من واحدة، واحدة خير من واحدة، وكيفاش تلعب، ومعناتها وصلنا لدرجة كونه ما يتفننوا صغارنا في حتى اللي مو تكنيك فيها، فهمتني؟ اي فوالا الكلمات اللي يعرفوا ينتقيهم وعارفين روحهم فاش قاعدين يعملوا. اي فوالا بالضبط، يعرف الخبايا يقول لك هذه راهي لا هذه عندها واحده اخرى خير من هذه، ومعناتها وصلت ثقافه توغلت في الالعاب هذه، مش العاب هي، هو قمار الكتروني. فوالا هذا تطلع عليها كلمه قمار، خاطر نحن طبعناها ولقيناها لدينا في إطار اللعبة في اللي صغيرتنا قاعدين يلعبوا فيها. للأسف عندنا هيئات وطنية تراقب لسيت، تراقب للأنترنت، تراقب كل ما يتفاعل على مستوى الأنترنت، هي تراقب في الفيسبوك وتراقب في تعبيرات الناس. قادرين الدولة عندها إمكانيات المادية والهيئات والتقنيين باش تراقب هالليسيت هذوما وتمنحهم تحجرهم، مثل ما تراقب كثير كما قلت أدوات تعبيرية مثل فيسبوك وغيره. إذا لو فيه قرار سياسي بأنه يجرم ويتابع هالمجرمين اللي يمسوا في صغارنا، لأنه فما ظاهرة يمكن ما تحدثناش فيها في تونس كثيرة، وهي ظاهرة قاعدة تتفشى عند الأطفال، هي هالأرعاب المراهنة، لكن مراهنة ما غير مال، مثل بالان بلو، واللي تأدي من كثر ما تطرح تحديات للأطفال تطلب منهم في النهاية أنهم ينتحروا. أي فولا هذه أودت بكثير بعشرات الأطفال في وطننا العربي، ويمكن في تونس موجودة لكن لا نتحدث عليها. إذن المراهنات هذه ودغدغة النرجسية عند الأطفال لطلب منهم أنهم يواجهوا تحديات واختبارات معينة في قدرتهم إلى أن توصل في النهاية تختبر قدرتهم على الانتحار.
انا نقول هالظواهر هذه وهالآفات الإلكترونية هذه المتواجدة وتمس، لما تمس أطفالنا مست الحد كما قولها. إذن ضروري الدولة تتجند وكلنا نتظافر، أنتم كمنظمة للإرشاد المستهلك والإعلام لازم يأخذ دوره في هذا الدار، أنه يطلب من الدولة أن تقف وقفة حاد جادة صارمة وجادة بمنع هالمحلات ومنع هالليسيت اللي تدفع للقمار، لأنها تودي بشبابنا وبأطفالنا إلى التهلكة وإلى ضياع مستقبلهم، ومجتمع كله يصبح في هذه الآفة المرضية. أنا وصمت هالسلوك ذا بالمرضي، لا نقاش فيه، لا عنده دوافع اقتصادية ولا عنده دوافع اقتصادية، مش هو الهدف، لأنه كثير ناس عارفين بمآلات هالمسلك هذا أنه خسارة دائما، ما فماش واحد يدخل للرهان وعنده أمل بسيط، ولو يتكلم على الأمل بالربح لكن عنده أمل بسيط أنه هدفه يمكن يوصل له. شكرا أستاذ. وفي إطار تفاعل سي لطفي. صحيح سي لطفي، نحل قوس صغير، راهو برشا الناس تتكلم وتقول راهو العمر ما نمنعوا صغار باش يلعبوا، لكن راهو جماعه الرهان الرياضي اللي قاعدين حالين الحوان، الواحد حيحل يحلوا كونت باسمه هو، حتى باسمه للحانوت، وكل بيجي العب تبكي بالكونت هذا باش تنجم تلعب. كلامك صحيح سي لطفي، راهو يلزم المنع على خاطر ما نجموش نحصروها تبكي بعمر معين ولا بكيفية لعب ولا حاجة، رغم هم تقدموا واخطاء وأشواط فيها اللعبة هذه، وكل واحد عنده محل يحل كونت للصغار باسمه هو، والصغار تلعب وفبتني وتسيبت، معناتها وليت تفشيت الظاهرة. على ذلك أنا كيف نضم صوتي لصوتكم باش نمنعوا هالظاهرة هذه، على خاطر المضار نتاعها كبيرة وكبيرة برشا على مجتمعك كله وعلى الصغار تحديدا. لطفي أنا نحب نستغل يعني حضورك معنا اليوم بالهاتف لمعناها لمعرفة يعني ثماش أرقام جديدة بخصوص عدد التوانسة اللي قاعدين تمارس اليوم في القمار الإلكتروني، عدد المحلات، عدد المواقع التونسية اليوم اللي المخصصة لألعاب الرهانات هذه، يعني الأرقام اللي ذكرتها حسب يعني دراسة كنت قد قمت بها في 2019، فماش أرقام جديدة يعني. صحيح الدراسة قديمة، لكن حاليا ما ثم حتى دراسة تثبت الرقم صحيح، لكن الرقم هو أكبر برشا من الرقم اللي قلناه. هنا تقريبيا مليون تونسي يمارسوا الألعاب هذه، أكثر من 2500 محرر القمار، هذا رقم مأكد وانا كونه ماهوش هو ذيك هو رقم بسيط بسيط مقارنة بالواقع. بالواقع مقارنة بالواقع راهو الآفة كبيرة برشا، وعلى ذلك نحن ندانا إلى جميع السلطات خاصة السادة الولايات، كل واحد في الولاية نتاعو عنده حملة للقضاء على الظاهرة هذه، فهمتني، باش نوقفوا هالنزيف هذا، على خاطر كي تشوف أنت مجموعة من الأطفال يقعدوا بالساعة أو بالساعة ونص قدام المكتب وبورتابل ويبداوا يلعبوا في الواحد، وبعد يمشي المحل يصب فلوس ويزيد يعاود يلعب وكل شيء، تحس انت من بعيد كمشاهد تحس درجة الإدمان الكبيرة اللي موجودة لدى الأطفال، وهذه ما تنجمش تقاومها كان بوقفة صارمة بوقفة صحيحة من الناس الكل مع بعضنا، الناس الكل كل واحد يجي يشوف بحده مركز نتاع ولا ما حانوت نتاع رهان قمار يعلم عليه، وبالتالي باش الناس الكل تقف مع بعضها باش نوقفوا الافات. ولا تكيد في الجهود، مشكور جدا سي لطفي الرياحي عن رئيس منظمة إرشاد المستهلك على تدخلك معنا في إطار ظاهرة الرهان الإلكتروني، هذا هو المطالب الوقفة الصارمة وضرورة التدخل العاجل من قبل الدولة بسن القوانين الصارمة لإنقاذ الشباب والاقتصاد الوطني من هذه الآفة الإلكترونية. احنا مازلنا موصلين معاهم المشوار، جست وقفة صغيرة مع الموسيقى ونرجع نتناولوا الموضوع من الجانب الاجتماعي اجتماعي في هذا الإطار. خليكم برانشي على 90 تيفا. تشوفش كبرى أول واحد أنت.